صوتها المرتبط بالفرح رحل ليترك في أعماق جمهورها كثيرا من الحزن عن عمر ناهز 65 عاما. وبعد حياة حافلة بالعطاء الفني استمرت لسنين رحلت الفنانة نجاح أحمد. الفنانة التي تمتلك في سجلها الفني واحدة من أشهر زفات الأعراس اليمنية، أغنية لطالما صدحت بها حفلات الزفاف، واستمر حضورها كرفيقة لكل عروسين في البلاد رغم مضي عقود على غنائها. لنجاح أحمد صوت سلس كالماء شيء كالناي، يكاد المستمع إذا أمعن فيه أن يشتم رائحة التراب اليمنية ويتذوق نكهة البن. وبرحيلها خسر الوطن والجمهور والثقافة بصورة خاصة صوتا أثر الساحة الفنية بالكثير من الأغاني. وبرحيلها أيضا سقط وتر آخر من آلة العود اليمنية. نجاح أحمد والمعروفة باسم ثابتة تعد من أبرز الأصوات النسائية المتميزة، لها بصمات في الموسيقى والطرب الشعبي. شاركت فنان الشعب القدير علي بن علي الأنسي في معظم أعماله كأغنية سيلاه ونجوم الليل والنشيد الخالد الشموخ والإباء الذي كتب كلماته عملاق الأدب عبد الله البردوني. ساهمت بأعمالها الغنائية في إحياء الأسابيع الثقافية اليمنية في عدد من الدول، وكان أداؤها سفيرا للفن اليمني إلى الجماهير العربية. أخذت الفنانة نجاح من حروف اسمها نصيبا كبيرا، ومثلها مثل الكثير من المبدعين لم ينلها الإنصاف من الجهات ذات العلاقة. وبرحيل صوتها اختفى أحد أصوات السلام والمحبة في زمن ارتفعت فيه أصوات الحرب والعداء.